تعرف انه في نبي تكلم بعد موته، تكلم ورأسه مقطوع. هذا النبي من انبياء بني اسرائيل، وهذا النبي ما قد غلط ولا غلطة في حياته. هذا النبي هو يحيى عليه السلام، وهذا النبي قومه قتلوه ظلم وبغتان وغدر. تخيل انت كمان ايش قال الرسول صلى الله عليه وسلم: زوال الدنيا عند الله اهون من قتل مؤمن بغير حق، ولو ان اهل السماوات واهل الارض اشتركوا في دم مؤمن لادخلهم الله النار. وما بالك يا جماعة خير، الله عز وجل ايش سوى في هذول القوم اللي قتلوا النبي من انبياء الله؟ يعني هذا ابدا امر مختلف، هذا نبي من انبياء الله. وقال عنه حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم ابن العلي رضي الله عنه: ان من هوان الدنيا على الله عز وجل ان راس يحيى ابن زكريا ودي الى بغي من بغايا بني اسرائيل. يعني قلت النبي من الله عز وجل عشان ايش؟ عشان فاجر من بني اسرائيل، ومن اجل بنت ليل من بني اسرائيل. فايش قصه يحيى عليه السلام؟ كيف قتلوا يحيى عليه السلام وخلوا الله عز وجل يغضب عليهم غضب عظيم؟ فايش المصيبه هذه اللي انذكرت واثبتت في التاريخ واللي تكلمت عن هذه الحادثه جميع الديانات؟ هذا كله هنتكلم عنه في هذه الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا صديق المتابع في مقطع جديد، ومعك صديق المتابع إذا أنت أول مرة تخش على القناة معك عبد الرحمن باب. وقصة اليوم يا صديق المتابع ترى أبدا ما عديل، لأنه هذه القصة فيها عدة أقوال. قصة هذا النبي كمان ترى قريبة من عيسى عليه السلام، وإذا أنت ما تعرف ترى المعلومية، ترى عيسى عليه السلام يسير لزكريا عليه السلام ترى أولاد خال، يعني إنه صلة القرابة كانت جدا قريب. وهذا القصة يا صديق المتابع ترى قريبة من قصة عزير عليه السلام، وحتلاقي فيه نفس الكوارث أو كوارث قريبة من بعض. ليش؟ لأنهم ترى كانوا في نفس الحقبة الزمنية، كانوا جدا قريبين من بعض، زكريا ومريم ويحيى عيسى وبعدها عزيز. وكانت اصلا في هذيك الحقبة الزمنية ترى كانوا اصلا في انبياء جدا كثير، والله اعلم. ترى كمان في هذيك الحقبة الزمنية تعتبر من اكثر الحقب الزمنية اللي اجتمعوا فيها الانبياء. بدايتها كان من زكريا عليه السلام، ووقتها كان كبير في السن وزوجته عاقة، وهنا مريم كانت عابدة لله عز وجل، وكانت اصلا هي تربت على يد زكريا. وهنا كانت في حاجة غريبة، وكل ما زكريا يخش عليها المهراب كان يلاقي فواكه الصيف في الشتاء وفواكه الشتاء في الصيف. كيف كذا؟ فترد عليها مريم وتقول له: هذا من عند الله. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا. وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فلما شاف زكريا مريم عليه السلام لما دخل عليها شاف عندها فواكه هذا الغريب، ومو في وقتها كمان، فعرف إن الله عز وجل، هو أصلا كان يعرف إن الله عز وجل يمدي يسوي أي حاجة، ولكن لما شاف مريم هنا تشجع وقال: والله حتى أنا أبغى ولد، وأنا كمان زوجتي عاقر، ولكن الله ما يصعب عليه حاجة، والآن كمان هو أصلا كبير في السن وزوجته عاقر، يعني ما تخلف. ورغم كل هذه الاسباب اذا احنا كنا مكانه والله كنا حنستسلم لامر الواقع وحنقول ما حنجيب عيال. فيرفع يده الى زكريا ويدعي لله عز وجل كما قال الله عز وجل من فوق سبع سماوات على لسان زكريا: اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب واجعله ربي رضيا. وهنا زكريا في هذا اللحظه كان في المحراب، يعني انه كان في المسجد، فتنزل عليه الملائكه في المسجد وتقول له هذا الكلام: ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هنا نزلت الملائكه بامر من الله عز وجل عشان يبشروا زكريا، فقالوا هنا الملائكة: نبشرك بغلام اسمه يحيى. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. معليش يا عبد الرحمن مقاطع اليوم مرة ما قطعتك، فخلينا قاطعك إن شاء الله مرة واحدة، إن شاء الله ما قاطعك ثاني مرة، ولكن يعني إيش قصد الله عز وجل لما قال لم نجعل له من قبل سميا؟ هل هنا الله عز وجل يقصد بالإسمية كاسم، ولا يقصد بإسمية كصفة، ولا الاثنين مع بعض؟ يا صديق المتابع الله عز وجل قال ولم نجعل له من قبل سميا، يعني ما قد جاء ابدا من ادم عليه السلام حتى هذه اللحظه واحد اسمه يحيى ابدا. اول واحد سمي بيحيى من الله عز وجل هو هذا يحيى اللي هو النبي يحيى. حتى اذا كنت تبغاها كصفه فبرضه ما قد جاء اسم يحيى كصفه الا على يحيى هذا. تقول لي طيب عيسى عليه السلام طيب موجود، كيف تقول لي ما في احد قبله؟ اقول لك لا، ارجع واسمع الايه: لم نجعل له من قبل سميه. من قبل ايش يعني؟ يعني ما حد قد جاء قبل يحيى، ويحيى هو اول واحد، وعيسى عليه السلام اصلا ترى اصغر من يحيى، هو اصلا جاء بعد يحيى مو قبل يحيى. والناس اللي تفرجوا قصة رحلة الإسراء والمعراج اللي قلتها في واحدة من المقاطع، في اثنين من المقاطع هيعرفوا ايش الموضوع وحيفهم. اما الناس اللي مو فاهمين ايش الهرجة خلينا اقول لكم: في رحلة الإسراء والمعراج ولما عرج الرسول للسماء السابعة ووصل الرسول للسماء الثانية ايش شافنا؟ شاف اولاد الخالة اللي هم يحيى وعيسى عليه السلام. اما كل السماوات الثانية من الاولى الى الاخرة كلها الا السماء الثانية فيها اثنين، الباقيين كلها فيها واحد. المهم الان زكريا لما جاته الملائكة وبشرته بهذا الغلام فراح سألهم ومستعجب: كيف كذا؟ كيف الله حرزقنا
امرأتي عاقر وأنا كبير في السن. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. هنا الملائكة ترد وتقول له قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فهنا زكريا يفرح فرح عظيم. عاد انتوا تعرفوا كيف فرح الشخص اللي ما يجيب عيال الا بعد 10 سنين، اما هذا ما يجيب عيال الا ما وصل قرابه 90 سنة وامرأته عاقر. ومو بس كده، بل هذا الولد اللي حيجي بل حيكون نبي من انبياء الله عز وجل، يعني ما حيكون رجل عادي او ولد عادي. فقال زكريا هنا قال ربي اجعل لي آية، يعني يا ربي خلي يكون في علامه عشان اعرف انه هذا الولد جاي قريب. فقال الله عز وجل آياتك وعلامتك اللي حتعرف به ان الولد اقترب انه حتيجي فتره معينه وهي 3 أيام ما حتقدر تتكلم فيه، هذه هي علامته. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. فتمر الأيام وتمر فترة معينة، فبالفعل فجأة 3 أيام ما يقدر يتكلم فيها مع أحد. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، لأنه كانت عادة زكريا أنه كان يجلس دائما في المسجد أو في المحراب ودائما يعبد الله عز وجل. أما الآن في هذه اللحظة جات اللحظة الموعودة اللي كان يستناها مدة طويلة، سنين طويلة. فيجي بعد هذا الولد الصغير وكان شكله جدا جميل، وهذا الولد زي ما قلت لكم ترى ابدا مو ولد عادي، بل حيكون سيد للناس وحيكون رجل صالح في المستقبل، وكان ابوه نبي. وهنا كانت خالته كمان كانت مريم عليه السلام. ولد هنا يحيى عليه السلام هو كان نبي من انبياء الله، والنبوءه كمان تخيلوا جاته وهو كان صغير. فتخيلوا يا جماعه خير، واحده من المواقف اللي صراحه سمعتها وجلست في عقلي صراحه، اتفاجأت من الشيء اللي قال الولد هذا. في يوم من الايام ويحيى عليه السلام الان عمره 7 سنين، فكانوا هنا البزور يلعب، فلما شافوا يحيى قالوا له يا يحيى تعال العب معنا. قال لهم الله عز وجل ما خلقنا للعب، الله عز وجل خلقنا للعباده. طبعا ما في اي بزر حيقول هذا الكلام لانه هو كان نبي من انبياء الله من صغره، لانه يا جماعه تخيل ترى هذا الولد وهذا النبي تربى على يد نبي، تربى هذا الولد على الطاعه وعلى الايمان، فكانت فيه له فطنه وحكمه عجيبه منذ الصغر. حتى انه قال الله عز وجل في سوره مريم يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه حكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. زكريا اصدق متابع ترى كان من الانبياء اللي كان جدا جدا يخاف من النار وكانه يراها قدام، كان خوفه شيء عجيب لدرجه تخيل ابوه زكريا لما يكون مع القوم ويجي بحكيهم ويعظهم على النار وجهنم عشان يخوفهم عشان يذكرهم. كان اول حاجه يسويه لما بيحكي هذه القصه كان يلتفت يمين يسار يتاكد هل يحيى موجود ولا لا. زكريا يعرف اذا تكلم قدام ولده ولده مره يخاف، كان جدا يخاف من النار. في يوم من الايام يحيى كان يحب يعني يخرج ويتمشى، يعني كان في الغابات ويحب بين الاشجار. في يوم من الايام يحيى يخرج للغابات ويتمشى ولكن يجلس كم يوم وما يرجع. ابوه هنا خاف عليه فصار يدور عليه وما لقاه في الغابات، يجلس يدور عليه 3 أيام. وبعد مرور 3 أيام زكريا يتفاجأ إنه يلاقي يحيى قدامه حافر قبره بيده وجالس عند القبر قاعد يبكي. زكريا هنا راح عند ولده وقال له يا يحيى يعني أنا لي 3 أيام أدور لك في النهاية ألاقيك حافر قبرك بيدك وقاعد تبكي. فيقول يحيى يا أبتي مو أنت قلت أن بين الجنة والنار مقاما لا يقطع إلا بالبكائين. وهنا زكريا لما يسمع الكلام هذا يبكي معه. كان يحيى من الأنبياء اللي كان يبكي كثير خوفا من الله عز وجل، هو كان نبي من أنبياء الله وهو كان معصوم. تخيلوا يعني إحنا يا جماعة خير إحنا أولى بأن نبكي أكثر من يحيى. يحيى كان يعني معصوم وكان يعني من الناس اللي يعتبر مبشرين بالجنة، يعني أنت نبي كيف كده تخاف. أما عن قتل يحيى عليه السلام فالآن يا صديقي المتابع كل اللي جاي في القصة الآن مختلف تماماً عن الأشياء اللي قلتها، وهي مرحلة ثانية من أبشع المراحل اللي ممكن تسمع عنها، لأن أنا قلت لكم الحين عن العقل والذكاء والحسن والخلق والعقل. أما الآن حخش في مرحلة تماماً عن القتل والغضب والغدر والزنا. الآن يا صديقي المتابع في أقوال كثير عن موت يحيى عليه السلام. العلماء هنا انقسموا لثلاثة آراء، في من قال قتل وفي من قال مات موتة عادية وفي من قال رفع للسماء وما مات موتة طبيعية. في يوم من الأيام في ملك اسمه هيرودوس، وهذا الملك وقتها كان يحب يحيى عليه السلام، كان هذا الملك يستضيف دائما يحيى في قصره وكان يستشيره عن أشياء في حياته. وهذا الملك الآن متزوجة من امرأة كبيرة في السن وراح جمع الحرمة الكبيرة هذه اللي متزوجها عندها بنت ولكن من أبو ثاني مو نفس الملك، وكانت جميلة يقال إنها كأنها البدر حين يكتمل. وهذا البنت ما هي بنته، يعني إنها ما هي من صلبه. والملك هنا مرة طاح في غرام هذا البنت ويبغي يتزوجها، فراحت أم البنت هذه اللي هي أصلا زوجة الملك راحت قالت للملك أتزوج بنتي عشان تصير تعيش معانا وتكمل في هذا النعيم. فوقتها هنا ما حد كان يعرف إيش حكم هذا الشيء، فقال الملك خليني أروح أسأل يحيى وشوف إيش الأمر، أروح أستشير في هذا الموضوع هل هذا حرام ولا يجوز عادي. فلما راح سأل يحيى عليه السلام يحيى قال له لا ما يجوز لأنه هذه البنت تعتبر واحدة من محارم. الملك هنا لما سمع الكلام هذا رجع وقال للأم، وهنا الأم مرة عصبت لأنها كانت تبغى بنتها تتزوج زوجها عشان تعيش في هذا القصر وفي هذا النعيم اللي هي عايشة فيه، وحتى إذا مات الملك فتورث منه. فهنا الأم إيش راحت تسوي؟ راحت دبرت مكيدة ليحيى عليه السلام عشان نحرم هذا الشيء. ففي يوم من الأيام كان في حفل في القصر، فراحت الأم هذه للبنت وراحت زينتها ولبستها أحسن الثياب عشان تطلع البيت مرة حلو، وراحت قالت لها أباك تجيبي نظرة الملك عليك وأباك تجيبي
براسه يعني. فهنا بدأت الحفلة، فدخلت البنت والملك كان موجود، فلما شافها استعجب من جمالها. كانت البنت من أفضل ما يرى في حياته، وصارت ترقص برقص يغري الملك اللي أمها علمتنا هذا الرقص. وبالفعل هنا البنت قدرت إنها تجيب رأس الملك. الملك هنا عارفين أعجب فيها وطاح في غرام هذا البنت، وهو أصلا كمان كان يحبها، فهي زادت عليه كمان زيادة. فراحت هذه البنت ألين عند الملك وصارت تصب له الخمر وصارت تقرب منه أكثر وأكثر وعرضت نفسها للملك. وبالفعل هنا نجحت، جابت رأس الملك التعبان هذا. فهنا يتحمس الملك ويقول حاجة يمكن يندم عليها، يقول أطلبي ما شئت وأنا هحقق لك أي حاجة في الدنيا هذه، أنت بس أطلبي وطلبي طلباتك أوامر. وهنا حلف يمين مغلط قدام الناس كله. المشكلة هنا إنه كل الناس يعرفوا إنه كلمة الملك واحدة، وإذا قال يعني حيفعل. فالبنت هنا استغلت الموضوع وطالت عليه زي كده وقالت له أبغى راس يحيى. فهنا ينفجأ الملك قال هاي حبيبتي لا أطلب شيء ثاني، هذا ما أقدر أسويه، هذا يحيى هذا نبي من الله. فقالت له هنا البنت لا أنا ما أبغى أي حاجة أنا أبغى راس يحيى. وهنا يكمل عليه الشيطان ويزين الموضوع في راسه ويركب الخطأ في راسه. وكمان الناس اللي في المجلس والناس اللي في الحفلة كمان أصلا كانوا يكرهوا يحيى لأنه كان يحرم عليهم كل حاجة على قولهم يعني. هنا قالوا له يا ملك ترى أنت حلفت يمين مغلط كيما توفي بعهد، خلاص إن أنت وقع عليك القصر فلازم إنك تفعل. والرومان هنا كانوا معاه، كانوا معاه في نفس المجلس، فقالوا له إيش رأيك تضرب عصفورين بحجر واحد، تستغل الفرصة هاي. أنت أول حاجة حالف يمين مغلط يعني لازم تسوي هذا الشيء، ثاني حاجة أنت كمان أصلا دحين حتاخذ البنت فأنت ضربت عصفورين بحجر واحد. والله هنا الملك اقتنع بهذه الفكرة فيرسل جنوده عند يحيى عليه السلام وهو كان في المهراب قاعد يصلي، وراحوا عند يحيى عليه السلام بدون ما يدري، فدخلوا عليه المسجد وغدروه وقطعوا راسه، وأخذ راس يحيى عليه السلام وحطوه في طاسة من ذهب وقدموه للملك. فيجي هنا الملك وياخذ راس يحيى وشاله زي كده وراح قدمه للبنت هذه اللي طلبت منه هذا الشيء. ولما هنا البنت شافت راس يحيى قالت اليوم قره عين، ويقال كمان ان شالت هذه الطاسه وكان جدا فرحان ورايح لامه. الا فجاه هنا تسمع صوت يحيى عليه السلام ويقول لا تحل له لا تحل له، والله عز وجل هنا يغضب عليهم ويغضب على الام وبنتها. فالان جاء وقت الرد وجاء وقت العذاب. ففي يوم من الايام البنت كانت فوق القصر، الا فجاه ما عرف كيف تطيح من فوق القصر الى الارض وما تموت، ولكن هي تتكسر عظامها وتتكسر ايديها. هنا في نفس اللحظه كانت في كلاب شرسه وكانها تستنى هذه البنت تطيح، واول ما طاحت راحوا جيلوا عندها وساروا ياكلوها ويقطعوا فيها وهي حيه، وهي لسه حيه هنا وقاعده تطالع فيهم وهم قاعدين ياكلوها وتحس بكل عضه وكل لحم ينزل منها. وجلست الكلاب دي تاكل فيها وتقطع فيها وتاكل منها الين ما اكلت جسمها كله، واخر شيء اكلته كانت عينها. ويحيى عليه السلام لما كان في المحراب لما جو قطعوا راسه الدم وقع في الارض، وهنا يقال انه دم يحيى جلس يفور وجلس يغلي لمدة سنين، وكانوا يحاولوا يدفنوه عدة مرات ولكن الدم يرجع يطلع لسطح الثاني مرة، وما وقف الدم عن الغليان أبدا إلا لما انهجم واحد من ملوك الأرض اسمه نبوخذنصر اللي تكلمنا عنه وجبنا تاريخه بالتفصيل في واحدة من الحلقات اللي راح، اللي كان مع نبي الله عزير عليه السلام. فنبوخذنصر هذا جاء وقتل بني إسرائيل وما بقى منهم إلا فقط قليل، ذبحهم وقتلهم وسبى منهم الكثير، سبى منهم ما يقارب 70,000 من بني إسرائيل. والله عزيز ذو انتقام ترى هذا ولا حاجة، لأن الجيح يكون طبعا أعظم، حيكونوا في القبر وفي يوم القيامة. وخلينا أوضح الآن معاكم أصدقائي متابع كلام جدا مهم لازم تسمعه الآن، ترى كل الروايات اللي حكيتها أنا اليوم في قصصي أو كل الروايات اللي ممكن تسمعها عن يحيى عليه السلام وقتل يحيى عليه السلام ترى كلها من الإسرائيليات، كل الروايات اللي من الإسرائيليات كلهم اتفقوا على قتل يحيى عليه السلام، حتى اللي من عهد القديم اللي هو التوراة وحتى برضو من عهد الجديد اللي هو الإنجيل التي لا تكذب ولا تصدق. وهنا في ثلاث روايات، والرواية الأولى إنه قتل يحيى عليه السلام وهذه من الإسرائيليات، أما الرواية الثانية فهو الظاهر من القرآن الكريم والله أعلم أنه لم يقتل ولكن مات، زي ما قال الله عز وجل في سورة مريم وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وهنا قال سلام وبمعنى سلام يعني ينافر قتل تماما. طيب يا عبد الرحمن معليش، ولكن الله عز وجل ايش قال؟ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. طيب يا صديقي متابع، ترى القران برضو في نفس الوقت يبين بين القتل ويفرق بين القتل وبين الموت، زي ما جاء في القران وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. فهنا في هذه الايه ترى في فرق واضح بين القتل والموت. اما عن الروايه الثالثه فهي قليل اللي اجتمعوا عليه العلماء، ولكن يقال انه ولم يموت ولم يقتل، وهذا كله وجه ترك مسألات عشان تسأل عشان توضح لك. هتقول لي طيب يا عبد الرحمن، هقول لك طيب اهدى انا عارف ايش هتقول، خلينا كمل. طيب اذا قتل او اذا مات كيف هو مع عيسى عليه السلام في السماء الثانيه؟ هقول لك اصلا النبي ترى مو لازم يرفع على طول، مش لازم يعني، حتى اذا مات او قتل ترى برضو عادي الله عز وجل بعد يرفع، زي موسى مثلا رفع ولا مات؟ لا موسى مات بعدين رفع، والرسول صلى الله عليه وسلم شافه في الاسراء والمعراج، وبرضو ادم برضو مات، وبرضو ابراهيم عليه السلام برضو مات، فيعني مو لازم يرفع في السماء قبل ما يموت زي عيسى عليه السلام، لا مو لازم عادي يموت وبعد
الله عز وجل يرفع زي ما سوى مع باقي الانبياء غير عيسى عليه السلام اللي ما مات ولا قتل ولكن رفع لله عز وجل. حبيت اوضح لك يا صديق المتابع اي سؤال ممكن يخطر على بالك. حبيت برضه اوضح ما هو من رسالته وما هو من القران عشان ما حيتلخبط الموضوع ده. هذا موضوع ترى مهم. فانا كده يا صديق المتابع ارفع القلم وانا سويت اللي علي. وان احسنت فمن الله عز وجل وان اسات او اخطات فمني ومن الشيطان. وانا ترى يا جماعه ترى زي زيكم بشر يعني مو معصوم ترى يعني. وفي ناس دائما يجي يسبوني عشان شيء غلط يقول لي انا غلط كده وبدنا الحرجة عدل. ترى انا بشر زي زيك اغلط. فاتمنى مني يا صديق متابع ان انا اخطات تعال قول لي انه انا اخطات وباذن الله زي دائما حطلع وحقول لك ان انا اخطات في هذا الموضوع. وانا الان خلص دوري جمعت فكتات فصورت فقصص ونزلت. والان انت دورك يا صديق متابع انزل واشترك في القناه واضغط زر اللايك جدد ميمو وارسل الناس اللي باذن الله يستفيدوا. وصلي على الحبيب يا صديق متابع ودائما وابدا ما نقول لكم مع السلامه بل باذن الله سوف نلقاكم في المقطع القادم. وصح برضه يا صديق متابع اذا انت وصلت هنا صراحه انا اهنيك وكمل جميلك يعني تعال عندي سناب والله ترى يعني ما اخفى له حركات طيبه يعني. تعال يلا هناك.